بمناسبة يوم الصحفي العامل وبمشاركة صحفيين من 22 ولاية تركية وصحفيين سوريين، أقيم حفل ضمن إحياء ذكرى 23 صحفيا قضوا بزلزال شباط الماضي، كما تضمن الحفل توزيع جوائز تحفيزية. تفاصيل أوفى في المادة الآتية. Biz Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu olarak 9 ilin cemiyet başkanlarının bulunduğu نحن اتحاد يضم رؤساء جمعيات صحفية من 9 مقاطعات. هذه الجمعيات تضم نحو 600 أو 700 صحفي. احتفلنا اليوم في 10 يناير بيوم الصحفيين، والذي استضافه مرة أخرى السيد عارف كورت رئيس رابطة الصحفيين في غازي عنتاب. قدمنا المكافآت للصحفيين الناجحين. أهنئ جميع الصحفيين في العالم بيومهم، وأؤكد أنه لا ينبغي أن يتعرض الصحفيون للقتل أو أن يعاقبوا، ولا ينبغي أن يسجنوا، يجب أن ينشروا بحرية. في هذا اليوم استضفنا في رابطة الصحفيين بغازي عنتاب قرابة 40 صحفيا من نحو 22 محافظة. يعود يوم الصحفيين للتذكير بحقوقهم. اليوم نحن نحاول شرح وفهم الصعوبات التي يواجهها الصحفيون في وسائل إعلام الجيل الجديد، وبهذه المناسبة جمعنا الإداريين والصحفيين وطلاب الإعلام في جامعة غازي عنتاب. كان حدثاً جميلاً، أود أن أشكر كل من ساهم فيه. إنه يوم الصحفي العامل الذي سيعمل من أجل الجميع. طبعا احنا هون مارسنا نفس النشاط اللي كنا بسوريا وجينا لهون مع اختلاف الجو، الجو من الحرية، من السقف المسموح لك بسوريا. تجربة الإعلام في سوريا تعرف انه الإعلام هو تابع للنظام، وبالتالي تسويق لثقافة النظام. هون لا، طبعا كانت تجربة بوجود هذا الجو من الحرية تشعر بأنه في عمل صحفي حقيقي، في سلطة رابعة حقيقية عم تمارس دورها. ينضم إلي وائل عادل مراسل تلفزيون سوريا في غازي عنتاب. وائل، يعني بداية، ماذا يعني يوم الصحفي العامل في تركيا؟ نعم حسام، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني بحسب المؤتمر أو الحفل الذي أقيم البارحة، كان الحديث عن الصحفي العامل، الصحفي المجتهد، الصحفي الذي يعني يعمل ليلا نهارا ليوصل الكلمة والحقيقة للجمهور، كما تحدث المؤتمرون البارحة والمجتمعون البارحة. كان في هذا الاجتماع وفي هذا الحفل وجود لأكثر من 40 صحفي، بالإضافة لإداريين، بالإضافة أيضا لأحد المسؤولين وهو نائب والي غازي عنتاب إلكار إيكار، ولكل كان هناك كلمته. حسام، نعم، بالنسبة لمشاركة الصحفيين أو صحفيين سوريين في هذا الحفل أو التكريم أو اليوم، حدثنا عن مشاركة بعض هؤلاء الصحفيين. نعم حسام، يعني كانت هناك دعوة كريمة من السيد عارف كورت رئيس رابطة الصحفيين في غازي عنتاب، وهو دائما يعني على تواصل مع الصحفيين السوريين أو العرب المتواجدين في غازي عنتاب بطريقة يعني لطيفة، على تواصل لمساعدتهم، لمساعدة الصحفيين في حال احتاجوا لأي أمر. أيضا كان دائما سباق في دعوة الصحفيين، كما شاهدت في التقرير كان هناك المدير الأسبق لمركز الإذاعة والتلفزيون في الحسكة في سوريا السيد ياسر الحسيني، كان هناك أيضا عدد من الصحفيين السوريين الذين قدموا لهذه الدعوة والذين يعني استمعوا. كانت هناك نقاط يعني لدى هؤلاء الصحفيين لدى لقائنا، قالوا بأن هناك جو من الحرية. البارحة أمس حسام كان هناك سجال بين عضو برلمان أو نائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، تحدث عن 1273 صحفيا مثل أمام القضاء، وعن 63 صحفيا تركيا
اعتقل، قال بأنه لا يجوز اعتقال هؤلاء الصحفيين وبأنهم يجب أن يكون لديهم حصانة. كان هناك رد من قبل السيد أيوب وهو نائب عن حزب حزب العدالة، نعم، والذي قال بأنه لم يعتقل أحد بدون سبب ويوجد هناك سبب دائما فهي دولة قانون. وأيضا كان حديث للسيد عارف كولت رئيس رابطة الصحفيين عن وجوب سن قانون للصحافة أو للصحفيين ومهنة الصحافة في تركيا. حسن، شكرا لك وائل عادل مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي من غازي عنتاب. كما أقام مركز يونس إمرا في مدينة عفرين فعالية ثقافية بمناسبة يوم الصحفي العامل، تضمنت كلمات لعدد من الصحفيين حول حقوقهم وأهمية دورهم. نحن هم معهد يونس إمرا بنحب ندعم مواهب، ندعم كل جانب بخلينا نطور من حالنا اكثر، فبندعم الرسم، ندعم الموسيقى، ومن جانب دعمنا ندعم الصحافه. فمشان هيك اليوم عملنا مثل فعاليه لنوعي الناس اكثر، لحتى نوعي الناس اكثر على شو هي حريه الصحفي، شو هي شو الصحفي، شو ممكن ينشر، شو ممكن يعمل، ومشان نوعي الناس اصلا حتى الطلاب اللي هنا اصغر بالعمر منا بكثير، يعني نوعيهم على شو هي فكره الصحافه ونشرح لهم اكثر عنها. كان في يعني الطلاب كانوا فضوليين كل الموجود انه شو، يعني تمام نحن بنسمع كلمه صحافه بس ما بنعرف شو هي بالتفصيل، فاليوم عطوا مثل عرض تقديمي عن الموضوع وشرحوا اكثر. ولم يخلو الامر ابدا من ان يكون هدفا لاحد اطراف النزاع ونظام الاسد الذي فاق كل الأنظمة إجراما بحق الصحفيين خلال الثورة السورية. صار في فعالية بيونس إمرا وتمت الدعوة لأنك اتحاد إعلاميين سوريين. ألقيت كلمة بسيطة تتحدث عن الأشخاص اللي قضوا نحبهم في مجال الصحافة، الشهداء الصحفيين. تكلمنا عن أخطار الصحافة، عن عدم وجود قانون ليحمي الصحفي في سوريا في الأراضي المحررة. تكلمنا عن الانتهاكات اللي قامت بها التنظيمات الإرهابية من نظام بشار الأسد ولا داعش ولا البيكيكي. فتحدثنا بشكل عام عن الانتهاكات بحقوق الصحفيين وعدم وجود قانون لحماية هذا الصحفي. نتأمل أن تكون الصحافة بالأخير هي السلطة الرابعة الحقيقية على الأرض، يكون في قانون يحميهم فعلا مشان يكونوا هن عين الحقيقة للناس على الأرض. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من لم شمل. كونوا دوما بخير.